السلام عليكم. اليوم أنا أفتخر بالتظاهرة اللي موجودة، صارت تظاهرة للمرة الثانية أو الثالثة تطلع شباب واعي مثقف. اليوم التظاهرة حقيقة سلمية جدا، طالبوا الشباب والنساء اللي موجودين حتى الأطفال اليوم طلعوا طالبوا بمطالب ديوانية ومطالب وطنية، بحال إذا المرة الثالثة أو الرابعة جاي يطلعون أو الخامسة أو العاشرة أو المليون، بحال إذا ماكو نتائج هالتظاهرات هذه بالنسبة للمطالب الوطنية والديوانية راح يكون اعتصام إن شاء الله، واعتصام حقيقي لحد ما يأخذون متطلبات الحقيقية للمواطن العراقي. اليوم هذه مظاهرات سلمية وهي رسالة تحذيرية للسلطة الحاكمة أن إحنا جايين طالب لاستعادة الوطن العراق بعد 2003 تأسس به حكم ديمقراطي، المسار الديمقراطي انحرف عن مساره، وجب على بما أن حكم الشعب وجب على الشعب تصحيح الانحراف وتغيير المسار. فاليوم إحنا نطالب ب تحل الحكومة الحالية بعد التظاهرات، وتشكيل مجلس إنقاذ وطني وحكومة انتقالية، تعطيل العمل بالدستور وإعادة عمل وإعادة كتابة الدستور بما يلائم دولة مدنية تستطيع أن ترتقي بالعراق نحو الرخاء وتعزيز الديمقراطية. مظاهراتنا سلمية، لا بها حس طائفي ولا بها حس قومي ولا بها حس فئوي ولا بها حس حزبي، مظاهرات وطن. هذه جموع المتظاهرين كلهم بالمحافظات كلها بالديوانية كلها وجميع المحافظات يربطهم شيء واحد اللي هو الوطن فقط، والوطن فقط. احنا مطلبنا مختصر وبسيط جدا، الماي والكهرباء والخدمات الاخرى كلها تاتي تباعا اذا صلح النظام. النظام فاسد برمته. مطلبنا في هذه القطعة حكومة إنقاذ وطني بلا معممين، محاكمة الفاسدين، هذا هو هذا مطلبنا الأساسي، وإلا كل فرص العمل والتعليم والخدمات كلها تأتي إذا صلح النظام، إذا فسد النظام فسد كل الوضع. ماكو 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 بعد مجال. 15 عام سنين يوسف، 7 سنوات سنين يوسف، 7 سنوات حكومة 15 عام وبلا حل وبلا خدمات وبلا ماء وبلا مجاري. زين، بعد المظاهرة حكومة إنقاذ وطني لا تشمل هؤلاء ومحاكمة الفاسدين، هذا مطلبي. يعني أنا ما أطالب بماء وكهرباء وخدمات أخرى، ما أتابع رأسي هاي كلها. أنا ما أتابع، أنا حاليا يئست منهم. حتى إذا قال لك باكر نعطيك فرص عمل ووظائف، كذب 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 اطلاقا. نعم نعم. السلام عليكم. عندما قالت الحكومه تسامحونا، الانسان كان يشرب ويسكر ويطربيك ويموت، يقول الله سامحنا خلينا نرجع للدنيا، اصلي واصوم وارجع عيد الحياه من جديد وارجع مره ثانيه. هاي ماكو، ما تصير هاي. سامع يقول لك سولف على الدبه، يا حكومتنا يا سلابه يا حراميه يا دجاله يا خونه يا نصابين. احنا شو نريد؟ نريد حق المواطن العراقي. شفنا الضيم، شفنا الويل، ما ارتاحينا، تدمرنا من 2003 ولحد الان. لا تعيينات، لا خدمات، لا ماي، لا كهرباء، كل شيء ماكو، حطمونا بهدلونا. زين ترجع لها رواتبهم والاحزاب، كل وزاره لهم، كل حزب له وزارتين ثلاثه، المليارات والتريليونات وين تروح للاحزاب؟ الحزب شو يسوي؟ يشيل هاي الفلوس من الوزاره ويوزعها لمن؟ بين الحزب. الوزاره توزع بين الحزب مالتها، الشعب شو يصير؟ ينسحق برجلين. هاي وحده. اثنين، رئاسة وزراء لا يحل لا يربط. الجبان ما يخدمنا، الجبان ما يخدمنا. احنا نريد رئاسي، ما نريد رئاسة وزراء او رئاسة، نريد رئاسية برلمان، الغائب برلمان والغاء مجالس محافظات. احنا تدمرنا وتحطمنا وتبهدلنا. العراقيين ضالين على عموم العراق، مو بس الديوانية، على عموم العراق. الناس لا تعيينات، لا خدمات، لا تبليط، لا رواتب، لا هاي. حتى رواتب العالم نزلها. الخريجين من 2000 2005 2010 2012 2000. زين العباد بشرفه بعرضه بغيرته، اذا بنته يسر او اي واحد عنده من ولده خريج ما يعينه، لو عيفه قل ابوي ما تجي تعيينات،
يقعد بدون تعيين، الله وكيلك بعده هو ما لزم الشهاده بيتعين احسن مكان واحسن وزاره لزمها. هاي وحده، احنا شفنا الضيم ما ارتاحنا. اذا هو العباده مثل ما اقول يشبهوا عنا، اقول لك طلعوا مظاهرات والعالم دير وجهها وتروح ساعه ساعتين. وجه نداهم الفايق شيخ علي ذيك المره، يقول لك بزمن نور سعيد من يحطون المحل فوار يفور، يقول له شنو هذا؟ فار وشوي خفت. قال شنو هذا؟ قال الشعب العراقي يثور ويرجع يخفت. لا هذا مشتبه متوهم. احنا بالنسبه لنا مظاهرة سلمية ورا سلمية، هم مظاهرة ورا مظاهرة سلمية ثورية وراها، ترى يكون احذر الحذيم اذا غضب. يا العبادي، يا حكومة، يا برلمان، يا دجالة، يا خونة، يا حرامية، يا نصابين، يا ساقطين، يا عملاء، كلكم التعامل البريطاني ترجع العراق بزمن القرن العشرينات. وين كان العراق قبل بزمن الاحتلال البريطاني؟ ذاك هالجوع جابوا العبادة خلوه شنو يجوع الشعب العراقي. زين، بفوت ب 80 دولار البرميل، الغاز جاي صدر. زين، لا خدمات، لا تعيينات، لا اعمار، وين راحت الفلوس؟ تجيب وتضمضم. اكو مشروع هنا بالديوانيه، العوائل الفقراء والشهداء والناس اللي ما عندها بيت. هذا ذاك الوقت جاهز. العبادي شو سوى؟ راحوا له قالوا له يابه ترى هذا جاهز، بس توقيعك انت توافق عليه. وضحك عليه ودار وجهه وراح، يضحك علينا، هذا دام بالمدحدح جابوا لنا اياه. زين، الشغله الثانيه، احنا الشعب العراقي على عموم العراق وليس على الديوانيه، اذا ما نتكاتب عيد وحده ونثور ثوره وحده وحق الرسول يزعقونه، عندك اسرائيل اذا راح من عندهم مواطن اسرائيلي الله وكيلك يخلقوا يطلعوا من جو القاع. احنا نا حكومه العراقيه راحوا سته بكركوك جهالهم عوائلهم ينادون بهم، ما حد راح لهم، يصيح احمي دار دار شارع شارع. هاي يا عجبان، احمي نفسك، حاط لك 6000 الف بس على بيتك ما تدبرها الا اطلع. هو انت ما تدبرها، من جابك؟ خمسه مخربطين حطوك وياهم، هذا شو اسمه هذا ورد الدجال فؤاد معصوم الاحول، معصوم جابهم خلوهم اصلا ما حد جابك وانت بك رئيس وزراء، جابوهم خلوه اربعه ما ادري خمسه من ضمنهم هذا ابو القمقم وما ادري هو وسلم جبور هذا الارهابي رئيس برلماننا، جابوه خلوه شنو هو؟ عينوه رئيس وزراء اصلا هو ما بيحظ، جابوا لنا علمين خمس نفرات عينوه بغرفه تقول شلون حراميه عشم بوقه وجاي تقاسمون بيها، عينوه رئيس وزراء. انت وينك وين شروخك وليك؟ انت صير ربة بيتك عندك احسن لك، انت ما تدبرها، انت مو قدها. الزلمه معروف حوك، الزلمه سبع قدها، ولك احنا الزلمه قدها وحق الحسين قدها، ولك كان عدم ابوي بالثمانينات حقنا ما مستلميه، سبع سنوات ما مركض بيها انت وزارتك الماليه وباقي دول الدوله، شفنا الويل والظلم يا ساقط، ولك والدي دكتوراه بروفيسور وكل شيء ما مستلمين حقنا، يا جبان يا عميل يا هتل يا عميل بريطان يا العبادي، تدمرنا تحطمنا، شفنا الويل والظلم وانت قاعد هناك وحاط جماعتك وتبوقون واحنا حقنا ما مستلميه، الله ينتقم منك، الله لا يوفقك لا انت ولا الحكومه ولا البرلمان بجاه محمد والي محمد. اخوان احنا المحاضرين صار لنا ست سنوات نخدم ببلاش، بيا قانون بيا دوله انه المعلم او المدرس يدرس ببلاش، بكل زمان وبكل مكان المعلم والمدرس يقول كاد ان يكون رسولا، الا الاحزاب الاسلاميه اللي تدعي الاسلام مو اسلاميه خلت المعلم والمدرس متسول وليس رسول، متسول جعلت من المعلم والمدرس متسول بباب الاحزاب، والدليل انه التعيينات صار ثلاث اشهر محافظه تقول يم مدير التربيه يقول يم المحافظه، وما نعرف الصدق، يوميا منزلين تعليمات جديده واحنا ضالين بين التربيه وبين المحافظه، سنتين احنا نايمين بالشارع، ما حد باوع لنا، احنا نريد ننفذ مطالبنا، يقولون اكو تقشف، وين التقشف؟ البرميل النفط حسبه ب 43 دولار، حاليا اكثر من 73 دولار، يعني الفارق 30 دولار، اذا تحسبها يوميا العراقي يصدر 5 ملايين برميل، يعني لا تحسبهن 150 مليون باليوم الواحد، بالشهر يصيرن 4 مليارات ونص، بالسنه سنويا يصيرن 54 مليار، الموازنه كلها حسبها 90 مليار، هاي لا تقطعها طبعا، لا تقطع ولا دقيقه من عندها.
90 مليار، يعني هاي ال 54 تشكل 60% من الموازنه مالتهم. هاي وين تروح؟ وين تروح؟ بجيب بجيب حزب الفضيله، بجيب حزب الدعوه، او بجيب حزب تيار الحكمه، او تيار الاحرار، او كل الاحزاب اللي حكمت العراق من 2003 لحد الان. شنو اللي قدمتوه للعراق؟ والمرجعيه خل تسمعنا، خل تسمع الخريجين العاطلين عن العمل، خل تساعدنا. كافي الحكي بالالغاز، لا تحكون بالالغاز. قلتوا المجرب لا يجرب، مو كل الشعب يفهم هاي الكلمه، يعني البعض جرب فسرها يقول لا هاي تنطبق على اللي ما دخل بالحكومه، والبعض يقول كل من يفسرها حسب ذوقه. لا اطلع قول لا نور المالكي هو السبب او هو الفاسد. قول نور المالكي، شنو تخاف من نور المالكي؟ انت تمثل النبي، تمثل علي بن ابي طالب، تخاف من نور المالكي او حيدر العبادي؟ سميهم بالاسم الفاسدين، لا تقول المجرب لا يجرب. اذا تريد كلهم سميهم وشوف الشعب كله يطلع وياك. اذا تحدد، مو تقول المجرب لا يجرب. انت تريد تمثل، تقول قول حدد الاشخاص من هم الفاسدين، لا تقول مجرب لا يجرب، ما حد يفهمها صحيح. بسطها للعالم حتى تفهمها العالم مثل ما هي. الشعب كاف، هاي الشباب والوادم الطالعه، هاي الوادم الطالعه قاعده لا عماله لا بقهاوي، قاعده بس بالقهاوي. الله وكيلك حتى فلوس بالشايات ما بجيبهم، حتى فلوس بالشايات ما بجيبهم، وفنكم تقولون هاي الشيء ما صاير بيكم. ثانيا عمار الحكيم السلاح على نص بغداد، الكرادة والجادرية، الكوفة، يعني أنا أقول لك العمارات، السيلات، الصناعة، يعني العراق كل العمار، يعني كل الأحزاب. هسه احنا أمام المحافظة مال الديوانية. بالنسبة للهيل الشرطة والصحة والصناعة من كل هالفضيلة، العبد الحسين هاي السلاح فرقد العيسى وجابه، هم جابوه خلوه، هم جابوه بكان 2016 مظاهرات الديوانية، 2016 عبد الجليل الأسدي نازل ويانا هنا بالشارع، شافوه ويا الوادم قاموا وشالوه بالتقاعد، جابوا فرقد أول البارحة كظل الشباب بالماء الحار، ولا يعني اكو شغلات ما نقدر بعد نسولف، ملينا منهم. والله ثلاث ايام بسجن مظاهرات، والله ثلاث ايام بسجن، والله يوم الرابع طلعت لين مظاهرات سلميه من ورا مدير الشرطه فرقد بالقوه طلعوني، واكو جماعه 10 خلوهم 4 ارهاب، وغير الضرب غير التعقيق وغير الضرب بالعوده مالتهم العصا. ثانيا اني مصوب جريح مرتين، مصوب الله وكيلك مرتين مصوب، دافع بس العلاج مالتي 8.5 مليون، 8.5 مليون دينار ما طوني، والحسين دينار عدي رجب الدماغ، وهسه عدي بتليف بالاوتار، حتى ما اقدر اسولف، لا حطونا حتى اسوالف ما اقدر اسولف. الله وكيلك 8.5 مليون تقرضتهم من الوادم وطيتهم علاجات وصحة، ملينا يعني لا رواتب لا فلوس لا حقوق، ما عوضتني بكل شيء. الله وكيلك بتمشي يعني اعطيت بس الحقوق مالتي، الكتاب مال الحقوق من بغداد اعطوني اياه ب 300,000، قالوا لي اعطينا 300,000 نطلع لك الكتاب مال بالتقاعد مال بالنسبه عجز، وهاي رادوا مني يطلعون على بالتقاعد هسه 80 ورقه، 80 والله بالنسبه عجز ببغداد رادوا مني 80 ورقه. زين اذا قاعد لا راد، اي هم الحكومه وزاره الدفاع ببغداد
زين 80 اذا قاعد ولا منين اجيبهن 80 ورقه منين اجيبهن انا زين انا ما عندي. وسهلا بقناتكم الموقرة الشريفة. أنا أحكي بالشغلة واحدة، أحكي عن شريحة الشباب. الشباب وصلت الخط الصفر، الأحزاب دمرونا، حزب الفضيلة، تيار الحكمة، الأحزاب فسخوا له تفسيخ. والله العظيم يعني تعيين للأحزاب، شغل للأحزاب، يعني ما تقدر تتحرك. يعني الشاب وصلت بمرحلة ما يقدر يشتري باكيت سجاير. الله أكبر. أنا عتبي على شيوخ عشائر الديوانية، عشائر الديوانية ليش ما تطلعون؟ عشائر الديوانية ليش ما تطلع؟ بشرفكم عشائر الديوانية لو جاي عمار الحكيم ما جيت تركضون؟ ما جيت تركضون؟ كم مرة هنا؟ طليان يذبح لكم يعطيكم كارتات؟ عيب عيب عشائر الديوانية، عيب عليكم والله. اطلعوا شوفوا الشعب وين وصل، تدمرنا، وصلنا لخط الصفر. وشكرا. نطالب كل المتظاهرين بالعراق بصورة عامة، ما اريد لا ماي لا كهرباء، اريد اسقاط البرلمان، اريد نغير الدستور، اريد نظام رئاسي، اريد نفصل رجال الدين عن السياسة. هذن الطلبات. خمسة اخوان زين. طبعا الغاء الاحزاب، اخي نظام سياسي، حكومة رئاسية تحكم البلد سنتين، حكومة انتخابية حكم سنتين، رئاسي فاشل يتغير، فاشل يتغير. هسه نطالب الامم المتحده باشراف الامم المتحده زين. ما تفيدنا احنا يعني 15 تعال الكهرباء تعال، يعني هسه اعطونا هسه كهرباء وبعد شهر هم رجعت الكهرباء ماكو، اعطونا هسه ماي وبعد شهر هم ماكو ماي. اخي ماكو فايده، احنا نريد نغير الدستور، نريد يعني باشراف الامم المتحده، نريد نظام عسكري، حكومه طوارئ، نغير الدستور، حكومة رئاسة تحكم البلد بانتخاب سنتين. اخي تعبنا، يعني انا عندي 10 جهال، لا راتب لا بيت لا سكن، نفتح من الصبح للعصر، الله وكيلك ما جاي نستفتح. وكل الديوانيه بصوره عامه ما عندنا غير المحافظه، نجي نقابل المحافظه، شنو الفائده؟ شو تسوي للمحافظه؟ لا توفر لنا ماي، لا توفر لنا كهرباء، لا العاطل على العمل. هاي كل الشباب بصوره عامه تتداين كروته وتجي، الله وكيلك تتداين كروته وتجي، وكلها تدور على عمل، ماكو عمل. احنا نطالب الامم المتحده، نطالب الناس الشرفاء يتدخلون بقضيه العراق. يا اخي ما نريد حكومه برلمان، نريد حل البرلمان، نريد حل مجالس محليه كلها نحلها، نريد حكومه رئاسه. طبعا الحلول الترقيعيه هي حلول مخزيه، بصمه عار بوجه الاحزاب. يعني من طلعنا مظاهرات تذكروا هسه اكو يابا تعيينات للبصره، اكو تعيينات مثلا للديوانيه، او وفر لهم كذا، او وفر لهم مشاريع خدميه. زين هاي ال 15 سنه اللي فاتت وين كانت هاي المشاريع؟ زين هاي التريليونات اللي هسه انصرفت وينها؟ تدرون يعني صندوق النقد الدولي ايش قد يطلب العراق؟ والتعيين توقف منا 2019 او 2020. زين هاي منين اجت هسه تعيينات؟ شغلة الثانية بالنسبة للأحزاب، هي مافيات الدول الخارجية عبارة عن مافيات كل الأحزاب بدون استثناء، مافيات الدول الخارجية جاي تشتغل الدول الخارج وتمول دول الخارج براسنا. يعني ميزانيتنا بدل ما نصرفها بمصانع ومعامل تشغل أيدي عاملة، لا نصرفها شنو؟ نستورد من إيران ولا من السعودية ولا من تركيا، المهم كله استيراد. احنا شعب صار مستهلك بسبب هاي الحكومة. ليش بالأنظمة السابقة مو كان العراق مصنع؟ ليش هذا معمل الألبان مو يشتغل؟ معمل النسيج مو يشتغل؟ معمل المطاط مو يشتغل؟ ليش حاليا احنا بس استهلاك؟ هذا كله بسبب الحكومة، استهلاك بس. نريد احنا يصير البلد منتج. إلى متى هاي كلها عاطلة عن العمل؟ الشباب كلها خريجين، ليش من أوفر مصانع وخليها كلها تشتغل وينتج البلد منتوج محلي؟ ليش؟ شنو بعد المظاهرات؟ احنا مستمرين تغيير النظام، تغيير الدستور، تمام؟ الدستور انكتب ووافقوا عليه بدون موافقة الشعب،
اكيد مثل ما الانتخابات هسه صارت واللي هي ما تجاوزت 17%، بس تزوير بتزوير حتى يمشوها ويمشون شرعيتها. الحكومه تطلب السماح من الشعب؟ تطلب السماح؟ لا، عذرا ماكو سماح. تطلب السماح على اي اساس؟ انقتل الشعب ومات الشعب ودمه، انخلط الدم مالته ويا الاسفلت بالشارع. تسامح؟ تجي تسامح هسه عقب ايش تجيني انت قائد كتله معينه او قائد فصيل معين يابا صعدت باسم الحشد الشعبي، هسه تجي تريد سماح؟ يابا احنا نعتذر من الشعب. ايش تعتذر؟ ترجع الشهداء مثلا باعتذارك؟ ترجع من باعتذارك؟ ترجع الماتوا؟ لا، مستحيل. ترجع الوضع هذا ال 15 سنه الفات؟ ترجع هسه تبني باعتذارك؟ اعتذار. الناس والشعب ملوا من هاي الحكومة اللي وصلت الشعب والبلد إلى هاي المرحلة. احنا ما نريد لا أحزاب تحكمنا، نريد ناس مختصة. يعني اللي يجي يصعد للحكم سلة الحكم يكون انه انسان يعني اختصاص، يعني اللي يصعد خلينا نقول للكهرباء يصير صاحب اختصاص، مو يجيبوا لي واحد يعني هو اصلا فاسد بمحافظته وعليه فساد اداري يخلونه وزير للكهرباء. يعني المفروض ان تكون الحكومه مبداها صح، يعني ما يصير انه نصعد الفاسد للحكم ونخليه وزير يعني نسوي فد شيء يعني نكبر راسه. يعني لازم انه يكون اللي يجي يكون وزير صاحب اختصاص، ان كان بوزاره الصحه او ان كان بوزاره الكهرباء او اي وزاره. يا اخي والله العظيم تعبنا ملينا، لا وزاره الصحه، لا تقديم صحه، لا تقديم تعليم، التعليم كله تزوير. يعني الاسئله تسرب، الصحه تدخل للمستشفى هسه تريد لك براسيتول، ابسط شيء هذا البراسيتول قيمته ربع دينار ما تلقيه بمستشفى العام. يعني تخدير لا يوجد، ضمان صحي ماكو، يعني الشعب معدوم، والله العظيم الشعب انعدم. يعني ماكو شيء، يعني ماكو شيء حكومه بالكره الارضيه كلها، والله العظيم الشعب مل يعني مل، احنا ملينا. حكومه لا تعاني، يعني انا اقول لك هم جمعوا اموال لترفيه اولادهم، لترفيه اولادهم وخلوا الشعب مسكين، فقروه جوعوه، يعني ما خلوا اي وسيله للعيش له. يا اخي والله العظيم تعبنا، نطالب الامم المتحده انهم جابتهم ذولا وحطتهم على صدورنا، نريدهم تشيلهم. بطلنا، خلصونا منهم. نريد حكم رئاسي. يا اخي خلصونا، حاطين 334 نائب. السووا اول البارحه يعطيهم مرسوم جمهوري بالشسم بالمتقابل التقاعد والامتيازات. يعني ماكو شيء وضعيه، والله العظيم ملينا وجزعنا. يعني ما تقدر، يعني شو تريد تصير؟ اخي انا لا سياسي ولا هاي، بس من كثر الالام اللي شفتها بلدي صرت بروفيسور بالسياسه. والله العظيم تعبنا، والله العظيم يا ناس تعبنا، ملينا. نريد نعيش براحه، حالنا حال دول الخليج، حال دول العالم. يعني ليش احنا مظلومين؟ كلها حروب، مجازر، سبايكر، غيرها، اخوتي كلها راحت. يا اخي هو من الجاي يروح بيها غير الفقير؟ شفت لك ابن مسؤول؟ شفت لك واحد قاعد على كرسي قاتل بالسواتير؟ يا ولي قاتل، هو هذا الشعب الفقير. يا اخي حسوا، كافي، والله العظيم بزعنا، والله العظيم بزعنا. ويا اخي انا ما سامح حكومه، اذا سامحها انا اطلع يعني مشاريك وياهم، انا اطلع شريكهم، انا شنو اسامحهم؟ يعني انا اشارك حكومه فاسده؟ يا اخي ما يصير هيك شيء، والله العظيم ما يصير. الشعب العراقي كله يسمع، والله ما تقوم لكم اي قيامه اذا ما تغيرون هاي العثاله اللي قاعده على صدورنا. غير هذا ما يصير كل حل. تشيل دوله، تجيب ناس شرفاء. يعني معقول العراق هذا كله؟ العراق بعظمته اللي اكو ناس هسه بغير دول بنت هم اصحاب الشهادات، بنوا بالامارات، بنوا بامريكا، بنوا بهاي الدول العظمى. معقوله يعني ذولا ابعدهم